حمدي، الترجي اليوم فوت فرصه لروحه كبيره للمرور الى النهائي الاول في السوبر ليج الافريقي، لانه للامانه باش ما نقولش اخيب نسخه للوداد، الوداد الفريق العادي جدا، انه الترجي كان في احسن الحالات نتاعه ممكن تلك ثلاثه اربعه عادي جدا. ما ترجيش الوداد النسخه هذه مش الوداد في النسخ السابقه. لا هو كلامك صحيح، لانه الوداد راهو في التقريب في نفس الوضعيه نتاع الترجي، الفريق قاعد يتبدل، مش قاعد يتبدل، احنا لعبناه له عملناه مع الرجاء. قعدوا منه اربع ملاعبية، حارس المرمى، لاتيرال دروا ولاتيرال جوش، وجبران من الفريق اللي بدا على الاقل في المباراه، يعني فما سته سبع لاعبين جدد، لين داتاك ساعه كلها جديده، لي جوار كولوار كلهم جدد، دونك فريق قاعد يتجدد. سوف كو كي تشوف الزوز مباريات ترى اللي الحقيقه الترجي في فتره قصيره تبدل، تحسن الفريق على المستويات الكل ولا، والوداد رغم المدرب بدا معاه في البطوله العربيه لحد الان صدقني ما عرفتوش الوداد سورتو في الماتش نتاع البارح في راس، لانه ماهوش موجود، ودليل اللي بالحقيقه ما عمل حتى فرصه. دونك من المنطلق هذا تفهم اللي يافي ان كوا جوي بالنسبه للترجي، لكن دي الكره ما هي جزئيات، فهمت؟ انا حسب رايي فما حاجتين، جزئيه اللي هي ما تهمش الترجي اللي هو حارس المرمى، لانه عمل لاري تاع رودريغيز في الماتش لالي في 0-0 كان يقلب الماتش، عمل ريم تاع الساس في الواحد صفر وشد ضربة جزاء. دونك لهنا حارس المرمى بالنسبة لي أنا كان أن إليمون ديتيرمينون في الترشح نتاع الوداد. الحاجة الثانية ممكن هذا اللي ممكن لوم صغير على الترجي، الترجي باش عمل لا ديفيرونس مع مازيمبي، كرة ثابتة. دونك إذا باش تلعب ضد الوداد أكيد باش يقرا لك كيفاش لعبت شنو هما لي بوان فور، مع هذا الترجي أصر باش يلعب بنفس الطريقة، يعني على ما غيرش، على الاقل كان نجم دو تونز ان تون يلعب دي كورنيرا دو يعمل لي فيت سوربريز. هذا ممكن هذه النقطه الوحيده اللي من نقاط قوه الترجي اللي ظهرت ماتش مازامبي. مش تخدمهم خالد دي كورنيرا، دي كونسين فهمت هذا يعني كي صحيح انت ما عندكش برشا وقت فهمني، مي دي كونسين انت باش تطلب من الملاعبيه في بالفيزيوناج ولا باش تعطي دي كونسين؟ لا سي عبد الباقي شنو نقصد؟ راك الوداد سي بون يعني الكارتة نتاع البالاريتي لازم يصير فيها تغيير، اللي هي نقطة قوة نتاعك في ماتش مازيمبي. دونك من هنا الحقيقة يعني أبار الكوتي هذا نتاع البالاريتي، حسب رأيي أنا طارق ثابت نجح في لا جيستيون نتاع لي دو ماتش الي وروتور. جزئية حارس المرمى نتاع الوداد كان بصراحة هو اللي عنده الفضل الكبير، والنقطة نتاع البالاريتي اللي كان ينجم يتصرف من خير من هكاك. قبل ما نمشي